لاحظنا في جناح المجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق وجود دليل كامل للشركات الملاحية اسمه بلو جايد أو الدليل الأزرق، ومهمته تسهيل خدمات الشحن البحري للشركات المصرية. اللي نجحت في إنتاج الدليل وتجميعه هي شريهان منسي، وهي تخرجت في كلية الحقوق بجامعة الأسكندرية واشتغلت في تصدير الملابس الجاهزة والبتروكيماويات، ونتيجة للتحديات اللي واجهتها في عمليات الشحن قررت إنتاج الدليل اللي بيجمع كل شركات الشحن البحري وخدماتها. خدمة ممتازة، تعالوا نقابلها. شريهان منسي، حضرتك قدمتي جايد مهم جدا لوجستيات احنا محتاجينها، دليلك المتخصص للوجستيات بلو جايد ده بيتكلم عن الشحن البحري، جمع فيه كل الشركات العالمية الموجودة في مصر، هدفك تساعدينا كلنا. تخيلي ده مهم قد ايه. اشرح لنا الفكرة جاتلك منين وبدأتيها ازاي وبتطوريه كل قد ايه. الفكرة جات لي ان انا كنت بشتغل يعني في المجال الملاحة اصلا من زمان قوي، كنت بتعامل مع فريت فوروردرز او الحد بيقدم لي الخدمة دي. يعني كنت بتصدري اصلا؟ انا كنت بصدر إيه بقى؟ كنت بصدر ملابس. والله الكلام ده من فترة، يعني بدايتي كانت في القطاع الصناعي وكان شغل السماح المؤقت والكلام ده كله، فكان لازم ورقي يبقى مظبوط وكل حاجة مظبوطة. فمع شغلي في السماح المؤقت ابتديت ان انا يعني افكر في حاجة ان هي تتعمل تسهل عليا الشغل. فكانت البداية ان انا كنت يعني كنت عادة بسجل يعني عدي انا مين اللي بتعامل معاهم مين شغال هنا، فأي حاجة كنت بحاول ارتب ورقي ان ورقي يبقى مترتب. من هنا لما دخلت في مجال الشحن والشيبنج واشتغلت في فريت فوروردر، كانت أزمة كورونا ابتدت مع للأسف يعني مع بداية شغلي، وكان معايا تيم المفروض ان انا بدربه ازاي ان هو يعمل هاندلنج لشغل الشحنات والكلام ده كله. ففي الوقت الحالي بقيت انا المقدم الخدمة، مش انا اللي يعني مش انا اللي طالبه الخدمه من الاخر. بس كم شهر بتعملي في الجايد ده عشان تجمع كل الشركات دي؟ طبعا اول ما ابتديت كان اخد وقت معايا شويه، دلوقتي لا على طول طالما السيستم جاهز يعني على طول بعمل ابديتس، والخطوط دلوقتي بقى في تعاون مع الخطوط الملاحيه كلها. موجود مع كل المصدرين ده الجايد ده؟ لا طبعا مش موجود مع كل المصدرين، موجود بلو مع جايد. بلو جايد موجود مع كل مقدمي الخدمات للمصدرين. اللي بياخد مني من المصدرين الجايد اللي بيشتغل مع الخط الملاحي مباشره، لان هو شركات كبيره عندنا شركات كبيرة. الشركات اللي عندها أقسام لوجستية هيقدر يتابع شحنته من أول خروجها من باب المصنع عنده لحد ما توصل بلد الوصول أو بشكل دائم. الأرقام اللي فيه البيانات اللي فيه بطوره طبعا بشكل دائم طبعا.